قانون جنائي يوقف الناس ويعتقل الناس ويقوم بمصادرة أملاك الناس ويحرم المواطن من أبنائه ويحرمه من عائلته ومنزله. يعني نجيو ندير الفصل. وقع نقاش حول الخيانة الزوجية واتهمت في كثير من الأشياء. سأضع هذا الموضوع، سأقول من رؤية وجهة نظري. هادشي كيعجب الصحف هكا. لماذا أريد أن أغير مسطرة حالة التلبس في الخيانة الزوجية؟ لأن حينما نجد امرأة ورجل في خيانة زوجية إلا لقيناهم وبغينا ندير لهم متابعة ندير لهم متابعة، ولكن علاش هذيك الهاي الله الله وتشويها وكل شيء، وعندها ولادها في المدرسة وعنده ولاده في المدرسة، والولاد اش داروا مساكن؟ اللي غادي تمشي غدا للمدرسة تقول لها أمك لقاوها وباك لقاوها. كثر حنا جوج الأطفال انتحروا ما تكلم عليهم حد بهذا السبب. فعزيز باها هي وامها هي وخوتها وكل شيء، وخوته هو باه هو ومو هو وكل شيء، العائلة كتمشي ضحية أنه احنا ما درناش الإجراءات وفقا للقانون، مشينا دخلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال 4 شهود، حنا كيجي واحد انسبكتور دو بوليس ويدير لك محضر وتبدا عليك الواقعه. 4 قال لك واذا جاء 3 ولم ياتي رابعهم جلد 3 ومنعت شهادتهم ما داموا احياء. حنا كيجي انسبكتور دو بوليس ويجي يقول لك اسيدي لك واحد المحضر توقعوا تدوز لها تجي. وصلوا للقبله قال لك طيب خيانه زوجيه، انا لا سلمت على شي مره بلوجه يجيبوا الخيانه الزوجيه. داروا المراسلات هنا الواتساب تصيب شي صور على كل عقدوا هذه الامور. انا ما فهمتش علاش عقدوها. عندك مشكل حل المشكل مع هذوك الناس المعنيين، ما تحلش المشكل على ظهر ناس ما عندهم علاقه بسكن العائله والاقارب والابناء والاطفال. الاطفال صغار في المدارس تيدخلوا الصباح للمدرسه وتيبقاو تابعين لهم الدراري الصغار. كاينه جات عند شي ام تورطت في هذا الشيء ما قدرتش تمشي للخدمه، ولادها ما تيدخلوش للمدرسه وما دار بهذوك الدراري. تنقول لهم حتى تعتقلوا تعتقلوهم اعتقلوهم غير بي اعتقلوهم غير بي استتيروا اعتقلوها ديروا المتابعه. لا قال لك وبما الخيانه الزوجيه قلنا لهم اللي بغينا الا بغى يتزوج واحد جوج نجيب واحد جوج مساعدين اجتماعيين نشرحوا لكل وحده شنو هي الحقوق والحريات وكل واحد شنو الحقوق والحريات. كاين واحد النص في القانون ولا شي امراه مغربيه دارته بما في الزوجه ديالي، وهي طبيعة الأملاك الجماعية بين الزوجين. خاص جا واحد الاجتهاد قضائي ما عرفت منين جابوه لينا ثاني. الاجتهاد القضائي هذا غير كاين. دار واحد الاجتهاد قضائي تيقول لك فيه إلا ما دارتوش النهار الأول في العقد ما عندكش حق تطلب به بعد الطلاق. علاش أخويا؟ شكون اللي قالها لك؟ علاش ما تقلب تقلب القضية على الرجل وتقول لا ما دام تزوجوا كاين هذا المعطى في القانون ولا يعذر أحد بجليل القانون خصنا نطبقوها. هما قلبوها علينا وعاجب الرجال والنساء مشاكل مشاو ضحيه. راه ماشي كندافع على النساء كندافع على الحق وحقيقه. قلنا مزيان اش ندير واحد القضيه غادي نعيطوا لواحد المساعده بغيتي تزوجي هي مزيان هات كتسمع واحد المساعده الجماعيه تقول قبل ما ديري العقد حقوقك كلها. جا واحد من هذوك التيار الاخر للبرلمان وقال لي هكا في وجهي قال لي واش بصح بغيتي دير مساعده مساعدين ومساعده اجتماعيه باش دير لهم دروس في العلاقه الجنسيه. وتصور هذا السؤال كيطلق عليا شنو هو الجواب اللي يمكن يكون مني؟ كان يمكن يجاوب لا سيدي ماشي ذاك الشيء وعلاش غنقولها له؟ قلت له علاش لا؟ سالينا نخرجوا لها نيت كود بغيت نخرجوا للعيب نديروه نيت. هذا الشيء راه كاين بغيت نفيق واحد الصباح ما نسمعش القانون الجنائي كاين في المغرب كاع. كتعرف شنو هو القانون الجنائي؟ القانون الجنائي وصفك تدخل لواحد المعزل لواحد السجن سوسول وتسد عليك وتكتب. لان غير كتبدا تكتب عندها كتمس المصالح وكيبدا الغوات عندها كتمس المصالح الفئويه وتيبداو وتزيد هنا دير هادي فعل هادي وكتبقى غر ولا تكلمتي يقول لك انا استقلاليه السلطه القضائيه ما عندك الحق تكلم. علاش؟ لانه استقلاليه السلطه القضائيه وانا عندي شي سلطه على القضاه نقول اللي بغيت هذا الشيء هاني قادر زعما كيسمعوا لي القضاه ما عندي سلطه. لذلك إلا بغاو يزيدوا بالبلاد القدام نخرجوا من النقاش السياسي ونجيو النقاش الفقهي ونتعاونوا ونتذاكروا ونفكروا شنو هي غادي نديروا هذه الحلول. زعما كي إلا خرج واحد مع وحده راه الاقتصاد الوطني غادي يهبط ب 10% ولا بغا يطلع ب 10%. شكون اللي داها فيك سنه 39؟ بغيت نقول لهذاك اللي صفق قال الحدود وصفق راه ما كيتكلم على حدود الله.
راه كتكلم ما تقرب ليا ما نقرب ليك.